بيت العائلة هي فكرة بالأساس وجدت في ذهن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد حادثة كنيسة سيدة النجاة في العراق. ففطن فضيلة الإمام الأكبر أن المسألة ليست مسألة تفجير كنيسة، ولكنه مخطط يبتغى من ورائه الفتنة الطائفية في كل الدول العربية. فكر فضيلة الإمام الأكبر في إنشاء هيئة، ونفذت هذه الفكرة على الهيئة الآتية: مجلس أمناء. يضم هذا المجلس علماء دين إسلامي ورجال دين مسيحي وساسة ومفكرين وفلاسفة ومؤرخين وأساتذة في مقارنة الأديان إلى غير ذلك. مجلس الأمناء يرأسه فضيلة الإمام الأكبر بصفته، وقداسة البابا بصفته. كلمة بيت العائلة هو سقف واحد يجمع تحته أفراد متعددين، وكلنا يعلم في فترات سابقة منظومة القيم على مستوى العالم حدث فيها ما حدث، وظهرت بعض الظواهر الاجتماعية غير المألوفة، فكان لزاما أن نتعاون فيما بيننا من التقاء الإخوة الأشقاء على مائدة واحدة، يتناقشون يتحاورون يتكلمون فيما يخص المجتمع. إذا كانت هناك مشكلة هنا أو هناك، كيفية وضع آليات لحل هذه المشكلة. توجد 8 لجان، أذكر من هذه 8 الآتي: لجنة الرصد والمقترحات، وهذه اللجنة تعنى برصد المشكلات على أرض الواقع التي تحدث في مصر كلها وتضع المقترحات للحل. اللجنة الثانية لجنة التعليم، هذه اللجنة معنية بالنشاطات التي يقوم بها بيت العائلة والممارسات الفعلية التي تؤدي إلى ما يعرف بالمواطنة والوحدة الوطنية والأخوة والمحبة والسلام بين أطياف الطلبة والتلاميذ. هناك لجنة أخرى تسمى لجنة الثقافة الأسرية، هذه اللجنة معنية بوضع الأفكار الملائمة للأسرة المصرية لكي تستطيع هذه الأسرة تربية أبنائها على المحبة وعلى الأخوة وعلى المواطنة. هذه اللجان تجتمع اجتماعات دورية كل شهر، لكن نحن لكي نضع يعني قانونا أخويا وفيه قدر من التسامح والمحبة، فكان لابد من يكون الاجتماع في مشيخة الأزهر مرة وفي الكاتدرائية في العباسية مرة أخرى. حتى اللجنة نفسها فيها نصفها من المسلمين ونصفها من إخواننا المسيحيين. نعقد دورات لأئمة ولآباء كهنة، لأن هؤلاء هم الذين يعلمون الناس في المساجد وفي الكنائس. إذن بيت العائلة المصرية هو صمام الأمان النسيج الاجتماعي في مصر الحديثة. نحن الآن يعني نسعى سعيا حثيثا إلى أن يكون المجتمع كله منصهرا في بوتقة المواطنة، لأني مصري وليس لأني مسلم أو لأني مسيحي.